طيب والثاني؟ الثاني يوجد بعض الدعاة يحثون على الجهاد والخروج للجهاد بدون إذن ولاة الأمور، فهل هذا يعني ولي طيب. الأمر لا بد من الإذن؟ يقول أن هناك بعض الدعاة يدعون إلى الجهاد دون إذن ولي الأمر. هذا خطأ، لا بد من إذن ولي الأمر ولي أمر المسلمين، لأن هذا من صلاحياته، ولا بد أيضا من إذن الوالدين. قال صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: للذي يريد الجهاد أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فلا بد من إذن ولي الأمر ولا بد من إذن الوالدين، هذا في الجهاد التطوع. نعم.